اوكي هلو مين معنا؟ بعرف انه اليوم وقفت عرفة ان شاء الله ينعاد عليكم كلكم بالصحة والعافية وعيد مبارك عيد اضحى مبارك للجميع. بعرف انه كتير حيكونوا مشغولين بس هعملكم هيدا الورك اوت كرمال اذا حبيتوا تعملوه غير يوم رح سيفوا عملوا سيفك كرمال اذا حبيتوا تعملوه ايام العيد او ايام تكونوا فاضيين لاني انا اليوم فاضي ما عندي حصص فلازم اعملكم هيدا التمرين مع رح صور لكم كمان تمارين لنزلهم خلال ايام العيد على انستغرام. هلا انا حطيت مين بده يعني شو بدكم يكونوا التمارين مثل ما تكون انا اليوم كنت حابه اعمل شيء للبطن لعضلات الكور. طبعا عضلات البطن هي في عنا الحزام البطن اللي تحت بدن مثل ما بنعرف عضلات اللي فوق فكل شغلنا حيكون على الاغلب على الكور وشوي على العضلات الخارجيه. كيف اللي بيحب يشتغل معي رح اعمل تمارين مناسبه لكل مستوى. رح اعمل طبعا ادفانس يعني مستوى متقدم بس اكيد البيجنرز فينا يعملوا معنا المبتدئين. ليش؟ لاني رح اعمل موديفيكيشن للتمارين يعني التمارين الصعبه رح اورجيكم بيجنرز كيف تعملوها. اذا كانت صعبه عليكم رح اعطيكم خيارات كيف تعملوها فحضروا حالكم. رح نعمل هلا كويك ورم اب. عندنا مجموعه من التمارين رح نعمل يعني التمرين ما بنعيدوه مرتين. كل مرة بنغير تمرين 45 ثانية بنشتغل 15 ثانية راحة. So let's do it. Okay. خلوا حدكم شيء عالي كرسي ممكن تجيبوا كرسي كرمال الموديفيكيشن كرمال التمارين الصعبة اللي تكون على الأرض. رح أعطيكم خيارات تعملوها على شيء عالي لأنه كل ما كان التمرين تمارين البلانكس إذا كانت على شيء عالي إذا عليتوا المستوى بتصير أسهل. Okay. فخلوا حدكم شيء كرسي عالي أو بوكس او اي شيء عندكم يا مستوى نفس الطاوله الصغيره جيبوها. خلينا نبلش. خلوا عندكم مي منشفه لازم تمارين الاكتاف. بعرف شفتوا هيبه عضلات الاكتاف. تمارين الاكتاف انا اليوم رح صور لكم عن عضلات الاكتاف وجميع تمارين الاكتاف وكيف نمرنهم بس رح يكون بوست ما حيكون لايف. ان شاء الله مره ثانيه بشتغل ويتس ل عضلات الجسم الاعلى وليس عضلات الجسم الاسفل. بس مثل ما قلت بالاول عم حاول اعمل اشياء للمبتدئين بوزن الجسم لانه اغلب الناس ما عندها اوزان او ما عندها دامبلز. اوكي فما تخافوا تمارين الاكتاف رح اعمل لكم بوست لوحده خاص عن تمارين الاكتاف. اوكي رح احكي عنه بس اليوم رح نعمل فول بادي. اول شيء طلب مني تمارين حرق الدهون رح تكون موجوده بهيدا التمرين. حنعمل تمارين حرق الدهون يعني فيها كارديو. تمارين حرق الدهون يعني كارديو. هيت رح يكون فيه موجود هيت وبطريقه الهيت رح نعملها هي انترفال كاسيت تريننج. رح يكون في تمارين بطن رح يكون في تمارين للارجل لانه كمان في طلب مني تمارين للرجل. فكل الكارديو اللي رح نعمله اللي هو تمارين الهيت لحرق الدهون رح يكون للرجل وتمارين على الارض رح تكون للبطن. اوكي فعم حاول اعمل انكلودد بهي التمرين احاول اغطي لكم كل شيء طلبتوه مني بس ما عدا تمارين الاكتاف بتكون بوست خاص. اوكي يلا جيبوا شيء شوي عالي كرسي او طاوله صغيره كرمال المبتدئين يعملوا عليهم الادفانس. خليكم معي على الارض. اشرح لكم التمارين كيف بتكون. رح نحط حنحط تايمر رح نحط 45 ثانية شغل 15 ريست. اوكي حضروا حالكم حيكون عندنا تايمر يعني ما في عندنا غش. اول تمرين حيكون كارديو بس قبل ما نعمل التمارين قبل ما نحط خلينا نعمل شوي ورم اب على السريع تحمية. اوكي خلينا نمشي بمكاننا سريع نعلي الرقبة ونشد البطن. كمان تسمعوني الاغاني واطيه شوي بس عشان تعطينا حماس. بعدين نحط التايمر get ready. اوكي عدول السيركلز بالايدين على السريع. لازم نشتغل هلا نعلي شوي ضربات قلب ونعمل اكتيفيشن لعضلات الكور. شو يعني تنشيط هيدي العضلات كمان تصحى توعى وتشتغل معنا. ما في حاولوا دائما ما تعملوا تمارين للعضله قبل ما تنشطوها تعملوا لها اكتيفيشن. تمارين الاكتيفيشن دائما على طول اثبتت فعاليتها كل الدراسات انها بتعطي نتائج افضل للتمرين ولما بتبتدوا
التمرين الأساسي يعني بدل ما تكون أول جولة هي الجولة اللي العضلة توعى فيها، حتكون أول جولة هي الجولة اللي هتشتغل فيها العضلة. هو إذا فهمتوا علي؟ يلا حاولوا نقسى هذا شوي، ما حاحكي كثير اليوم، هحاول نفس تمارين بسرعة وبعرف وراكم عيد. نفس عميق، نفس عميق، نفس عميق. اعطوني بعد اثنين، بعد اثنين. اوكي اعطوني سيركل لورا، لورا. ثلاثة، خليكم عم تحركوا الرجلين، الرجل دايما عم تتحرك. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عكس لقدام. اثنين، ثلاثة، لأنه عندنا هلا كثير في كثير تمارين بلانك، يعني تمارين اللوح، فكثير لازم نحضر المفاصل هون، حنهدي عليهم كثير. حيموتوا عندكم اليوم. والرجل طبعا. I'm sorry. اوكي اعطوني ستيب تاشر سريع، شد البطن. خبطوا العضلات. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. خلينا نعمل شوي جامبينج. نط شوي. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بكفي، خلينا نركض مكاننا. سريع 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 سريع. مش ضروري عالي، بس بدي الدم يبلش يتحرك، بلش تعرق. ضربات قلب ترتفع تدريجيا. شد البطن. تنفسوا. مثل ما قلت لكم إذا بدكم تتنفسوا صح، عدوا. العد بالتمرين بيطلع النفس صح. أوكي؟ هي للناس اللي ما بتعرف تتنفس، أيمتى تطلع النفس أيمتى؟ لأن هلا عم بحكي ما في داعي إني أفكر أيمتى رح طلع النفس. أنا عندي نفس طبيعي. يا سريع 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 سريع. يا عطوني تاب 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 تاب. طبعا التحمي اذا كنتوا معي ادفانس اللي عم يعمل اللي حابب يعمل ادفانس تحمي فيكم انتم تختاروها. الاحماء يعني فيكم تختاروا شيء اصعب، بس انا هلا عم بعطي للمبتدئين. حرك الايدين تاب تاب. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. دول ثمانية بقى. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. حطوني جنب الجنب. بطيء بالأول. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. فينا نسرع؟ يلا بس ثمانية سريعة. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هاجي استفتار. هلا مالهم بعض مرة بعدين نبلش على طول. بعد الاكتيفيشن رح اعمل اكتيفيشن تنشيط عضلات الكوع. اوكي اعطوني شوي نطة خفيفة. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. اعطوني رنة بالمكان. سريع سريع سريع. قد ما تكون سريع. خليك تحت. وران ران شو دادرة البطن؟ هل كل الرجل بسرعة 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 بالتمرن طبعا ادفانس فيكم تعلم اوكي؟ اللي هنا انك مستوى اعلى فينا نعلي ركبة. مبتدئين خليكم تحت، او الناس اللي ما بيحبوا ينطوا او ما بيقدروا على النط عندهم مشاكل بالنط عادي نفس النتائج. خليكم تنفسوا. سريع 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 اوكي؟ هلا تاب قلت على جنب هيك لازم نبتدي. بعدين اذا حسيتوا حالكم تتلخبطوا ما تضيفوا الايدين خليكم هون. اما اذا رح تعرفوا تنسقوا بين اليد والرجل اعملوا معي يد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. جامبين جاكس حنبلش سلو. ثمانية بطيء. فينا نضل بطيء بعدين اللي ما بيحب يسرع او اللي صعب عليه في ضل بطيء. اوكي هلا سريع ثمانية سريع. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. مشي اعطوني نفس أربع مرات بس. أجين. اثنين بعد.
بس انا حسيته بس حسيته حركه خلص ابتديت اتعرق مفاصل كلها حامي. انا اصلا اوريدي كنت عم بلعب شوي مع بنتي واركض اركض فاوريدي انا هون. فاذا انت ما حسيته كملوا شوية نط بعد. هنبتدي نعمل اكتيفيشن للكور مثل ما قلت تمارين الاكتيفيشن التنشيط جدا مهمة قابل الشغل على العضلات لانه ناخذ نتائج افضل كرمال مش تكون اول جوله هي الجوله اللي بتصحى فيها العضلات، تكون اول جوله هي جوله تتمرن فيها العضلات حسب البيرن من اول جوله. اوكي نفس عميق خلينا نعمل اكتيفيشن لما كنت تنزل على الارض هيدا الشكل رجل رجلك بتحت الحوض اللي بزيت الشيء شد عضلات البطن حاول ما تميله بالحوض. اوكي نشغل عضلات الكور هون بعدين يكون حاولوا من غير ما تميلوا اوكي يعني ما تروحوا هيك سايد حاولوا ترفعوا على الارض وتجيبوا وزنكم على هيدي الجهه الجهه المرفوعه اوكي امسكوا هون هون شد البطن ما تخلوا رقبتكم لا تنزلوها امسكوا خليكم شادين كيف عم تبعدوا الارض بايدكم اللي على الارض اوكي 4 5 ميلوا على هيدي الجهه 6 لازم تحس بعضلات البطن عم ترجف، إذا ما كنت عم ترجف يعني ما يمكن ماسكين العضلات صح والتمرين صح. هذا نفس، ثاني إيد سكتوها هون، ميل شوي عندكم عشان تشوفوا، شد عضلات البطن شوي شوي ارفعوا كرمال ما يروح وزنكم على جهة أكثر من جهة، سكتوا. واحد، لازم تحس بعضلات البطن عم ترجف، نفس تمرين الثلاث، نفس تمرين الرابع. هلو اليد والرقبة كلها نفس الخط نفس اللعبة وميلوا على الرجل اللي على الأرض حطوا وزنكم كله على الأرض وعلى الإيد صاروا 10 اوكي anyway ناخذ نفس هلا بديكم هون تضلكم على الأرض على نفس الشيء تطلع تسكتوا هون ترفعوا ركب شوي على الأرض هولد واحد اثنين كمان هيدا اكتيفيشن على الكور يعني بننشط العضلات قبل ما نشتغل عليها خمسة سبعة ثمانية تسعة عشرة لازم نبتدي نحس بالعضلات قبل ما نتمرن عليها. هلا رح نصعد شوي رح نمد بلانك كامل اوكي كمان نفس الشيء هون البطن اثنين وسبعه 1 2 عم نعمل اكتيفيشن بعدها اوكي 3 4 لازم تبلش العضلات ترجف 5 وتقدر تحسها تقدر تاخذ دوبل 7 8 9 10 اوكي هلا المفاصل عم تحرقني ف خلينا نشوف كيف رح نقدر اغلب التمارين حتكون هيدي الوضعيه ريت بلانك اوكي حاعطي موديفيكيشن حنبتدي بالتمارين حط التايمر 45 ثانية شغل لكل تمرين و15 ثانية ريست حنضل نبدل لأنه هيت لأنه تمارين حرق دهون لأنه هيت تمارين شديدة عالية مثل ما قلت بس راح نزل خفض شدة التمارين للمبتدئين بس أما الأدفانس كيف نتعمل نفس ما راح أعمل وخلينا ليتس كيب جوينغ حاولوا ما تستسلموا أول تمرين فوق سكوات مرة يمين مرة شمال سكوات اوكي مع الجامب مبتدئين بس عملوا يمين شمال من غير ما تطلعوا ما تنطوا اوكي اذا ما فيكم تنطوا اوكي الباقيين بنكمل جامب ادفانس عم نتنفس مثل قد مرة يمين مرة يسار 45 ثانية نون ستوب ما حنوقف تذكروا مبتدئين خليكم على السكوات بس فز بسرعة اوكي هلا عنا ليج رايزز تو تاتش رح نعمل هيدي الحركة رح نرفع الرجل بعدين تاب اوكي المبتدئين رح يعملوا هيك تحت مبتدئين رح يعملوا هيك اوكي هيدا بيجنرز ادفانس
ليج رايز تورتاتش تحت، ليج رايز تورتاتش تحت، ليج رايز تورتاتش تحت. خلوا الرجل ستريت، عضلات الظهر على الارض، ما تحطوا الايد تحت الظهر، اوكي؟ تحت شوي شوي كنترول، شوي شوي سلو اند اب. Last one. Yeah. Rest. ثاني تمرين حكم كارديو. Okay. حنوزع هاي 45 ثانية على رجلتين. Okay. رجل ورا، رمت. In. 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 Okay. رجل ورا، بتجيبني على جنب. In. Six. Seven. سكر عضلات البطن هون. تسعة، عشرة. هذه مبتدئين ادفانس فيكم تعملوها. ما فيها موديفيكيشن. هذه الرجل دائما قوية، بدها بدها. ثاني رجل شدوا سكويز، اوكي؟ سكتوا على هذه الرجل. عم تنفس. بعدها بوش اب ليج بول ان، يعني هيك رح نعمل بوش اب ليج بول ان، اوكي؟ ادفانس من البوش اب مشوا لقدام ورا، نزلوا ركز، بوش اب مشوا لقدام ورا، رح عيد هاي مرة على ركب تحت، بوش ارفعوا قدام ورا، ادفانس يلا ليتس جو. In. Keep going. In. In. خلينا نتنفس. Last one. Okay. اوكي سبيد ني، هلا رح نعمل هيدي. في حدا دق لي سوري. كملوا كملوا كملوا، لازم دايما حدا يقطع لي اللايف ويدق لي. كيب جوينغ. تاب خلوا الوزن على هيدي الرجل، وهيدي اعملوا سكويز سكويز، تحسوا هون هيدي المنطقة خواتم، طبعا الرجل كمان عم تشتغل. اوكي خلينا نبدي تاني جهه، ستي لو وتاب سكويز خواصر رجل كارديو كله عم يشتغل مع بعضه. اوكي اولرايت، شو رح نعمل هلا؟ بربيز بربيز للمبتدئين هو هيدا. اوكي ادفانس معي، فيكم تضلكم هيك كعبد خيالي، هيدا او على الارض. هيدا الادفانس بيجينر، خليكم على المشي، خليكم على اول واحد، مبتدئين خليكم هيك، اوكي؟ يا جو، ما توقفوا. Keep breathing. هيك على ركب، خلوا الظهر ستريت، خلوا
البطن جوا. هيك هيدا بيجينا. هدفان. كملوا. كملوا. هاي اقوى منكم من تحت. ريتش. ابعد شي فيكم من غير ما تحركوا الثوب. او تهزوا. السكوات او تمرين بس بغير شكل شوي في حركات رح نعمل دبل تاب دبل تاب بيجينرز خليكم هيك يمين شمال بس سريع هيدا للمبتدئين كملوا هيك نحن حنكفي هيك دبل تاب دبل تاب دبل تاب كيب بريذينج عم تمطر عليكم ما بمطر علي الله شايفي عم تنفس كيف قوي حاولوا تكفوا مهما تعبتوا بس 45 ثانية التمرين ما بيتكرر لاست وان اوكي اوكي هلا هلا والفي سيت اب مبتدئين عن جديد بدي اياكم تعملوا هيك تعملوا هيك هاي دار المبتدئين مش ضروري تطلعوا فيكم هيك ادفانس في سيت اب بدها تصعبوه خلوها بالهواء لفت 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 هيدا اصعب شيء انه تحافظوا على الرجل بالهواء ستريت squeeze and down squeeze and down حاولوا تضلوا الرجل ممدودة قدر الإمكان and down squeeze and down squeeze keep going ما تفكروا توقفوا تمرين ما بينعاد last one اوكي كملوا كملوا ما بنوقف اوكي رح نعمل رجل وجنب رجل قدام رجل ورا بعدين تاني رجل جنب قدام لانش زيت رجل لورا انتبهوا على الركب ما تقطع اصابع الرجلين خليكم على الكعب ورا حنعمل هون من برا يسار اوكي جنب صوت مش قدام الكاميرا قدام ورا تاني رجل جنب قدام ورا تاني رجل سايد لانج قدام لانج ورا على جنب قدام طبعا انا كثير لخبطت بس عاد المهم ضل عم اتحرك اوكي هذا اللي بعده اوكي عنا راشن تويست بايسكل كيف يعني؟ بدك تعمل هيك إذا عندكم شيء تمسكوه تمسكوه واحد اثنين ثلاثة أربعة نحن ضغط واحد اثنين ثلاثة أربعة عن جديد رح نقوم تويست اثنين خليكم على ورا أربعة يمين شمال يمين شمال كم نقوم واحد اثنين ثلاثة أربعة فيكم مبتدئين خلوا رجل بعض ورجل ثاني تطوي أوكي؟ حتى بهيدا فيكم تضلكم شوي مايلين هون أوكي؟ أربع مرات أدفانس ستريت 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 أب تويست 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 بايسكل 1 2 3 4 ريست أربع مرات أوكي؟ ماونتين كلايمبر نعمل هلا مونتي كلايمبر مبتدئين رح تاخذوا كرسي رح نعمل هيك اوكي او هيك هيدا للمبتدئين ادفانس مونتي كلايمبر على الارض يلا ليتس جو حطي مشدود كيب جوينج وزن على الكتف عم تنفس
البطن؟ أكيد يس. إذا عم تعمله صح؟ كملوا كملوا. خلص. 2-1. Good job. برافو عليكم. أوكي. هلا عنا بلانك جاكس ليك بول إن. شو يعني؟ مبتدئين بدي إياكم تعملوا هاي. برا جوا. برا جوا. كل ما تعبتوا ريحوا. أدفانس. نطوا لجوا. نطوا لجوا. جاكس إن. جاكس إن. خلص ضلوا ستريت وزن على الكتف. إن. أوت. إن. أوت. إن. أوت. إن. كل ما تعبتوا فيكم تريحوا. بس حاولوا تكملوا. لأنه ما حنعيدوا. إن. أوت. إن. أوت. إن. لازم يحترم القلب. والكور تمام. نعمل اوبليكس خواصر. حنام على الارض. حنطلع بهاي. اوكي؟ مبتدئين. ما تلفوا الرجل. خلوها جانبية. هيدا للبيجنرز. مبتدئين سكويزي. خلوا الرجل جانبي ما تلفها. اوكي؟ ادفانس خليكم. كملوا. اب ونزلوا بطن. اب اكسل اب سلو داون. اكسل اب سلو داون. اب اب كملوا كملوا. اب سلو داون. اب سلو داون. اوكي هلا. اوكي انا بدي ثاني جهه ضروري. مثل ما قلت مبتدئين بس خليكم على الجنب. اعمل سكويز. خذي الجانبية مفتوحة ورا. جانبية ارتاح. سكويز. هسه بس سكر هيدول خلص. اوكي ادفانس كملوا معي. شدة نزل البطن. شدة نزل البطن. اكسل فوق. طلع النفس وتصيروا فوق. اب. لف. أبل فاهم سكة من درس بطل. لا لازم تحاولوا تكملوا المدى الحركي كامل للعضلة. القبة تنفتح على الآخر. Keep going. 5 ثواني. Last one. اوكي التمرين اللي بعده. اوكي مبتدئين على الركب مد الظهر بطن مشدود. نزل الكوع وطلعوا. زلوا على الكوع وطلعوا. اكيد مستوى متقدم ادفانس. فهمتوا شو رح تعملوا؟ لانك لفت البس اب كوماندو بوش اب بريس. خلوا الظهر مستقيم تحت مش فوق. تحت وارفعي. بريس بريس بريس. Keep going. Press. عم نشتغل. Triceps. أكتاف. صدر. بطن. رجل. جلوت. جسم كامل بهن الحركة. Up. Alright. هلا نعمل بلانك وخلص. بس قبل البلانك خلينا نعمل حركة. رح نعمل ليك بولين. ليك بولين. مبتدئين اعملوا هيك. يمين يسار. إذا ما فيكم تطلعوا تاتش. تاتش. أوكي؟ ادفانس تسعة. إن. إن. ستريت. إن. ستريت. عم شغل بطن من فوق ومن تحت. قول اكسل. نطلق النفس استخلصي حركه. ان ان
خذ ربع ثانية بلانك. اوكي على الكوع. مبتدئين فيكم تعملوها هيك. نحن تحت. بطن مشدود بس بلانك. بس تمرين الروح. واقف ابس شيكينج. لازم تكونوا حاسين تمارين البطن عم تتمزق. عضلات البطن عم تتمزق. اوه بطلت اعرف احكي. Keep squeezing. Hold it, hold it. Last one. اخر تمرين. حاولوا تعملوا هولد. Keep going. بطن مشدود. انتبهوا على الظهر، تكون مستقيم فوق. شايفين؟ شو هقول؟ عم مطر. اوه الكنادة احنا زيت. الله يعافيكم. عم نحرق. بدكم نحكي شوي عن البطن. دهون البطن. تمارين البطن. اوكي. هذا اتحرك عشان الاي سي لازم تنتبهوا. لما تكونوا عرقانين الهواء ما يضربكم، تاني يوم توعوا شد هون شد هون مش قادرين تحركوا رقبي. اوكي هذا نتحرك من الدم اذا ماشي. اوكي نصائح عشان نشيل الكرش. اخ مين الكرش؟ الكرش اوكي لازم تعرفوا شيء كثير منيح. برجع بقول مع اني كل بوس بكرر، مع انه كمان كل الناس اللي انا بتابعتهم الناس الرياضيين البروفيشنال المحترفين دائما على طول بيقولوا الجمله اللي دائما على طول لازم نرجع نذكركم فيها ونقول abs are made in the kitchen. يعني نظامك الغذائي هو اللي بيحدد قد ايه في عندك نسبه دهون بجسمك وراح تخسرين ولا لا. خلينا اعطيكم نبذه عن اول شيء تمارين كارديو جدا مهمه، ولكن بلا مقاومة بلا ما ندخل في تمارين المقاومة ما تنفع. عم احكيكم مش بس عن دراسة، مش لأني درست هذا الشيء، مش لأن أنا بشتغل بتمارين الأوزان عم بحكيهم هذا الشيء. أنا على فكرة قبل ما أكون بودي بيلدينج سيرتيفايد انستراكتور، قبل ما أكون متخصصة بكمال الأجسام، قبل ما أكون فايتة على الريزيستنس ترينينج والأوزان، أنا كان لي 10 سنين أعمل ايروبكس انستراكتور متخصصة بتمارين ستيب ايروبكس، كلاسات ايروبكس، اكوا ايروبكس، كل شيء ممكن تتخيله، حتى رقص كنت اعطي. بس بحب لكم لمده 10 سنين انا كنت عم بعطي فيها هول الكلاسات، وكان اغلب كلاسات كنت اعطي يمكن 4-5 كلاسات بالنهار. ما كان عندي 6 باكس ولا كان عندي فلات ابس مثل هلا ومقسمة. على فكرة أنا مش عاملة عملية، فيكم تشوفوا ما في خط، مش عاملة عملية. حبلكم كله هيدا. أنا بعد الولادة قررت إني نشف. كيف نشف؟ نزلت سعراتي. أنا على فكرة بنشاطي بحتاج 2300 إلى 2500 سعرة يوميا، سعرة حرارية من الأكل. فابتديت أول شيء ابتديت بالتنشيف، وأخذ معي التنشيف سنة ما أخذته. ما عملت شيء قاسي، عملت شيء على مهلي، اخذت وقتي فيه لمده سنه حتى التارجت. ابتديت اول فتره نزلت من السعرات ابتديت اكل بس 2000 سعره. اوكي؟ بلش نسبه الدهون تنزل بجسمي، الوزن على الميزان ما كان كثير، يعني ما نزل هالكميه اللي انتم كنتم مفكرينها، لا. لاني كنت عم بعمل تمارين مقاومه والشد كانت مرتفعه، البروتين كنت مهتمه ان البروتين عالي كمان. قد ما في حاول ما اخسر عضل بهيدي الفتره، اوكي؟ لانه دائما على طول بالتنشيف لازم تخسروا عضل. ما في مهرب، ما في محال. في ناس بيفكروا انه بالتنشيف بيبنوا عضل، لا، كيف بده يبني جسمك عضل من سعرات قليله؟ نحن لما بنقول تنشيف
مش يعني بس خسارة وزن، تنشيف يعني نحن عم ننشف عم ننزل نسبة الدهون بجسمنا إلى تحت إلى المعدل تحت المعدل الطبيعي عشان تبين السكس باك صراحة، أو يبينوا خطوط المعدة، أو حتى يصير عندكم فلات أبس، خاصة إذا كان عندكم تجمع الدهون بالبطن. أنا كان جدا صعب علي مع إنه تجمع الدهون عندي تحت، يعني أنا بجيناتي لما بتخن تحت أكثر شيء، بطني شوي ممكن يعبي بس مش كثير، ومع ذلك كان صعب علي إني أطلع اني رجع بطني فلات وطلع سكس باك بعد الولاده والحمل. ليش؟ لانه النظام الغذائي، لانه كان لازم شد على حالي وحافظ. كان نشاطي عالي، تمريني كان عالي تشدي، وتمارين اوزان كرمال اتجنب خساره العضل، البروتين كان جدا عالي، كنت مهتمه جدا بكميه الكارب، يعني كنت عم بعد الماكروز السعرات والماكروز نشويات قد ايه دهون بالنسب. طبعا كنت متابعه كل شيء بفوت على تمي لازم ينحسب. اوكي فابتديت 2000 سعره نزلنا 300 سعره بالبدايه، بعدين لما فتره قصيره ثبت الوزن بلش جسمي بطل يستجيب، اضطريت نزل لل 1800 سعره. بعد ما نزلت 1800 سعره كمان فتره بلش ينزل نشفت، بس شو ما بقى عندي وجه دهون، يعني وجهي صار مثل الاموات ما في حياة، لأنه بيروح الدهون. أول شيء لازم تعرفوا بتخسروه لما كنت تعملوا تنشيف، أول شيء لما بدكم هيدا البطن يبين هيدول لازم يروحوا، إذا ما راحوا هيدول يعني الشخص اللي عم يقول لكم هذا الكلام هو شخص راح عامل عملية شافت من هون، مستحيل يطلع هول بلا ما الوجه يروح، هيدول الخدود بتروح، أوكي؟ الدهون، أول شيء بيروحوا من هون، ثاني شيء دهون الصدر لأنه الصدر كتلة دهنية فبتروح، بعدين بيبتدي جسمكم يتخلى عن الدهون شوي شوي. من 1800 سعرة ثبت جسمي فترة تقريبا 3 شهور ثبت على الوزن وعلى الدهون، ما كان ينزل، قاوم قاوم قاوم، بس انا كنت اقوى منه قاومت اكثر، نزلت لل 1600 سعرة، وكان بالنسبة لي يعني مجاعة. ليه؟ لانه انا مثل ما قلت نشاطي عالي، بتمرن كل يوم ساعة يوميا، تماريني عالية الشدة، وبمشي مش اقل من 20000 خطوة باليوم. إذا بدي امشي قليل ايام الراحة انا 12000 خطوة، ايام الراحة اللي ما بتمرن فيها ما بمشي فيها. ايام اللي نص نص 16000 15000، ايام الاكتف من 20000 وطلع، هاي لما بكون نشيطه وعندي حركه. فتخيلوا مع كل هيدا قد ايه عانيت مدة سنة كرمال يبلشوا يطلعوا هالخطوط او السكس باك او العضلات اللي عندي اياهم. اوكي فنشفت 1600 كان كثير صعب، بس ما استمرت عليهم فتره طويله 1600، لانه لو استمرت فتره طويله كان رح لخبط الهرمونات. هاي صرت اعمل الميني كات، يعني اللي علي شوي فترة قصيرة ارجع سعرات ثبت، وارجع لما اريح الجسم فترة ارجع. وبهيك ضليت مستمرة سنة لحد عن جد ما طلعوا لي هدول مع تمارين المقاومة كارديو. قلت تمارين الكارديو كانت حركة بسيطة، نشاطي عالي، لا كنت اطلع اركض، كنت اعمل تمارين هيت مرة او مرتين بالاسبوع او تمارين كارديو، دخل دايما على طول انا بين تمارين المقاومة لازم عندي تمارين كارديو. ما في اشتغل بس بايسبس اكتاف، لا ما فينا نشتغل هيك، لازم كل حصه بتعملوها يكون في شيء لكامل الجسم، مش ضروري يكون مركز لدرجه انكم تهروا العضلات، لا، لكن حركوا الجسم. وبالنهار انا بضل امشي بضل فر، ما بقى كرمال هيك قدرت نزل الدهون كله بالاكل. مع ذلك لازم النظام الغذائي، اول شيء بدكم بطن مسطح، نظام غذائي، سعراتكم محددة، ما فيكم تشتغلوا عشوائي، لما أنا بدي سكس باك، لما أنا بدي أظهر العضلات، لما أنا بدي يصير عندي فلات أب، ما فيي أقول مثلا راح بلش خفف أكلي، وما أعرف هل أنا حاس بالسعرات؟ قدي أنا سعراتي لازم أكلهم الثبات؟ كيف بدي أعرف؟ أنا كيف بدي أعرف إنه سعراتي الثبات إني أنا نزلت عليهم ولا لا؟ حتى لو أكلت صحي، حتى لو كنت كل اكلي كان مش صحي بعدين فجأة حولت صحي، مش يعني لما بتاكلوا صحي انكم عم تاكلوا سعرات اقل، عادة اوقات ممكن نتجاوز سعراتنا حتى بالاكل الصحي، فلازم حساب، إذا بدكم توصلوا هاي الشيء لازم عملية حسابية أو بدكم توصلوا له عادي، لما بتكون الطريقة عشوائية، لما بيكون برنامج عشوائي أو من غير حسابات من غير أي شيء، بدكم توصلوا له، اعطوا نفسكم يمكن توصلوا سنتين، يمكن توصلوا ثلاثة، يمكن توصلوا بس حتتأخروا، مش نفس الطريق. يعني طريق مختصر تروحوا عارفين وين رايحين، بينما انتوا عم تلفوا وتدوروا وتلفوا وتدوروا لتوصلوا للمنطقه اللي بدكم اياها.
فأنا عن خبرة عم قلكم، أنا كنت Aerobics Instructor قبل لمدة 10 سنين، بطني ما كان يروح، ما كان يصير فلات، ما كنت شوف كل العضلات، مع إني كنت أعمل كم ساعة كارديو باليوم، كنت أعطي 4-5 كلاسات باليوم. تخيلوا كله كارديو Aerobics، كلها كارديو ونط ورقص وستيب وحركة، مع ذلك ما كان يروح، لأنه أول شيء ما كنت مهتم بأكلي، عم باكل عشوائي، يعني صحيح اكلي خفيف طول عمره بس عشوائي، ما عم بعرف كميه البروتين ما كنت محددتها، ما كنت مهتمه بهدول القصص اللي لازم هلا انتم تهتموا فيها اذا عن جد بدكم هي. ما تصدقوا حدا بيقول لكم انه ممكن تضعف البطن وخلفيتك تضل كبيره، راحت. انا كانت خلفيتي وين؟ اللي بيعرفني زمان، في ناس كثير تابعتني بتعرفني زمان من قبل ما اعمل التنشيف، انا كانوا فخود كبار وكانت عندي خلفيه كبيره، كنت مليانة، ايه كنت جسم انثوي مثل ما بيقولوا، مثل ما هن بدهم اياه العالم، بس انا مش هيدا الشيء اللي كنت راضي عنه. مستحيل تطلعي هول الخطوط وبطنك يتسطح، خدودك يضلوا دهون الصدر تضل، خلفيتك ما تروح. كيف يعني؟ في ناس كيف يقولوا بدي اروح بدي شيء بس للكرش يروح الكرش، بس باقي جسمي انا عاجبني ما بدي يتحرك. كيف؟ اعطيني الطريقه، انت اعطيني الطريقه. كيف؟ كم سنه عم بدرس؟ كم سنه درست؟ وكم سنه من يعني من اختصاصات التغذيه؟ مش بس دراسه، مع خبره، مع تجربه، مش بس معي شخصيتي انا، مش بس معي نفسي انا، التجربه مع زبايني، على النساء والناس والزباين اللي اوريدي مشينا فيهم وشفنا خبراتهم. ما حدا وصل لهذا الشيء. وين اعطوني هذا الاختراع اللي بيقول لكم انه والله انا فيه كبر عضلات مؤخرة، زخر عضلات البطن، مسح البطن، كبر مؤخرة، طلع صدر. وين وين هاي؟ هاي عملية حبيبتي، هاي ما بتصير غير هيك، فوتي تحت العملية اعملي كل شيء وطلعي. بس ما حدا يقول لي، ما حدا يضحك عليكم ويقول لكم والله فيكم طلعوا هاي وانت كلك مربربة دهون خدود وخلفية هالقد. وين هاي؟ وين هاي؟ مين هيدا مصدق بعد هذا الكلام؟ البطن هو عبارة عن سعرات أقل من احتياجك، وبدك تصبري، بدكم تصبروا، صبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. إذا ما صبرتي وثابرتي ما حتوصلي. هيدا اللي بعمل يومين ثلاثة دايت وبرجع باكل أخضر واليابس برجع بعمل يومين، هيدا ما بصير. أنا تكون اشتغلت على نظام الغذائي لمدة سنة، بتعرف شو يعني سنة؟ أوكي ممكن خبص بس أرجع لسعرات الثبات، صارت اللي انا بحتاج جسمي انه يضل ثابت وزني. نزلت وزني، وصلت لوزن 55 كيلو، وانا طولي فوق 1.64 متر، يعني كتير، يعني اكستريم، وكنت تقريبا عضل جلدي عظمي. وصلت لهونيك ما حبيت شكلي ابدا، ما حبيت شكلي بالتنشيف، لانه انا ما بدي يكون هونيك، ما وراي مباراه بالنهايه. اوريدي كانت خبرة حلوة، كانت تعلمت منها كثير اشياء عن التغذية، وتعلمت كثير اشياء عن جسمي، بس هلا رجعت وزني لوزن 60 كيلو وثبتت. عم باكل سعرات الثبات وخلص، نشاطي هو هو، اكلي هو هو، محافظة على الشيء اللي انا بدي اياه طالما انا راضي بنفسي، انا بدي نفسي هيك، انا راضي بنفسي هيك. فانت كمان شوفي حالك وين بتكوني راضي، وين بتحبي جسمك اكثر. مش ضروري دائما تروحي للمثالية، ما في شيء اسمه مثالية. نرجع ونكرر، اذا ما اكلته صح هيدا ما بيروح، وهيدا ما بيروح والباقيين يضلوا. ما فيك تحافظي على باقي الجسم، دهون الجسم من غير ما يروح دهون البطن. هيدي اصعب منطقه تروح، لازم تحطها براسك. الدهون العنيده اغلب عاده بتكون، طبعا كل شخص جيناته تختلف، فينا الدهون العنيده فوق، ناس دهون العنيده هون، ناس دهون العنيده هون، بس اغلب الناس اللي صعب ينزلوا هي اغلب البشر، النسبه الكبيره من العالم هي هون، وهي اصعب شيء. والا لو كان في شيء تشربه سحر، مشروب سحر تشربيه يحرق لك الدهون، او لو كان في مرهم تدهني يحرق الدهون، او في كان اكل معين ممكن تبعدي عنه وتاكلي اكل معين عشان بس يحرق الدهون من هالمنطقه، ما كنت شفتي العمليات، ما كنا وصلنا لا للشفط ولا العمليه التقنيه من تحديد وكونتور البطن والشفط والقص من هون، ما كنا شفناهم لو كان، لانه هول الناس عم يبثوا هول الكلام بحسسوك انه اخترعوا الزرع، انه عندهم شيء بخبوه، عرفتوا؟ بصيروا يبثوا بدك توصل لهون. حكينا خاص
عشان اعطيك الشيء اللي شربته والشيء اللي اكلته او البرنامج اللي مشيت عليه. ما في شيء سحري، دايت رياضه وبس، هيدي هي التخلص من الكرش. مع الصبر، الصبر مفتاحهم، هو اول واحد، دايت رياضه صبر مثابره، غير هيك ما بتوصلي. بتشربي بتبلعي بتنحتي، يا اما قلت بتروحي عمليه، فانتم بتختاروا الطريق اللي بدكم اياه وبتستمروا عليه. اتمنى اكون جاوبت. ابي اصير معضلي في شهر. حتى لو اخذتي حقنتي هرمون التستوستيرون في شهر ما بيصير. هاي انت او انت ما بدنا نحكيني تخرجتوا للمريخ، يعني مش كائن بشري ابدا. يعني البروسيس، شو بسموها البروسيس بالعربي؟ الاجراءات، يعني ما بتصير بطريقه في شهر، مستحيل حدا يعدل في شهر. بناء العضل بالنسبه للنساء جدا جدا صعب. اوكي الرجل فيه يتغير جسمه، تشوفوا عليه تغيير جذري او شيء خيال في 3 اشهر على الغالب، لانه عنده هرمون التستوستيرون، هرمون الذكوره عالي، هو مسؤول عن حرق الدهون ومسؤول عن بناء العضل. مشان هيك الرجال اول ما بس بشيلوا تشيبس من نظامهم الغذائي، تشيبس بس بيكونوا عم ياكلوا تشيبس على العشاء، بشيلوا تشيبس بينزلوا باخر الاسبوع 10 كيلو. نحن بنشيل المعجنات والدهون والنشويات وما بنخلي شيء، باخر شيء بتطلع الميزان بتلاقي حالك زايد 2 جرام. هذا شيء طبيعي، هاي ضريبه الانوثه. ففي شيء هنا نظام تنشيف، نظام التنشيف لم تستمر على لين توصل لنتائجك او لنتائجك. مين عم يحكيني؟ يعني اول شيء مثل ما قلت ما في شيء عشوائي، بدك تشوفي نسبه الدهون الاول بجسمك وتضلك تنشفي. اول شيء بتشوفي بالمنظر، بتشوفي حالك بالمرايه، بلشوا يطلعوا العضلات، بلشوا يتقسموا. يعني مثلا هون صارت جلدي ما في دهون، هون صارت جلدي ما في دهون. بتصير مستحيل مع التنشيف الجسم ما يتقسم. يعني اي متى الجسم بيتقسم؟ مش بالتضخيم، الجسم بيتقسم من نبرز العضلات او بيبين العضلات او عظم، او حتى لو ما عندكم عضلات في تحته عظم رح يبين العظم، يعني نفس المجاعة بالتنشيف لما بصير نسبة الدهون جدا قليلة. وعضلات البطن من العضلات اللي مستحيل تطلع اذا في عليها طبقة دهون، اذا في عليها لو شوي طبقة دهون ما بتطلع. اذا المسؤول عن هول السكس باك، ظهور السكس باك او خطوط البطن اللي انتم شايفينها كلها هي الدهون. اذا كانت مغطيه شوي بالدهون ما بتظهر. بدكم تضلكم على الدايت، بدكم تضلكم على التنشيف او تنزيل الدهون لحد ما تبلشوا تشوفون. هون بتعرفوا فيكم توقفوا اي متى ما بتحسوا حالكم انتم اوكي، مش ضروري تنشفوا الاكستريم، بس ما تنزلوا تحت المعدل الطبيعي، لانه في للمراه معدل طبيعي للدهون وللرجل. في المراه بالنسبه للرجل بينزل، بيقدر ينزل، يعني ما في خوف كثير عليه، غير انه بصير معصب دائما على طول، بصير مجنون شوي، لانه بتلعب كثير بالهرمونات. اوكي لانه كان عم تحطوا الجسم تحت بريشر، الجهاز العصبي، الجسم تحت ضغط مجاعه، يعني عم تنقصوا عليه شيء. فبالنسبه للنساء معدل الدهون ما في ينزلوا كثير، اوكي، لانه اول شيء بتوقف الدوره الشهريه، بتتخربط جميع الهرمونات بجسمك. ففي كثير قصص يعني اقري عنها، بزر اذكرها هلا، بتتخربط اذا نزلت تحت معدل الطبيعي للدهون. اوكي ففي نسبه معينه لازم توصلي لها، لازم دائما على طول تشيكي او انت تحسي حالك انه اوكي. اكيد ما راح توصل الاكستريم، مستحيل، لانه الوصول لانه تحت معدل الطبيعي هاي بدك تكوني مش انسانه جباره، بدك تكوني غير طبيعيه، لانه ما حد يتحمل لفتره طويله دايت. اوكي فما تخافوا انك تنزل تحت معدل طبيعي، هذا شيء ما بصير غير مع الناس اللي بتكون مريضه او الناس اللي بتوصل لدرجه انه بتخاف من السعرات، فبتصير تستفرغ الشيء تاكله. هذا مرض على فكره، وبيوصل للنحافه الزائده. الخطوط اللي بتطلع بعض الضعف، خطوط شو؟ يعني خطوط الوجه، هذا شيء طبيعي انه بطل في دهون ماسك الخدود، فلان ما في شيء. هيديك اليوم كنت عم شوف اكونت معين قطع علي بالصدفه، وعم شوف ناس عم يحكوا انه طبعا صاحبة الاكونت وجهها هالقد، عم تقنع الناس انه عندها فلات ابس بسبب بس انه اكلت اشياء معينه او شربت او عندها طريقه معينه مختلفه، الله اعلم. اوكي طبعا اكونتات كثيره من هذا الشيء. المهم هون في ناس كثير كانت كاتبين تحت انه
بدهم اول شيء بيضعف الوجه، فكيف يعني هي محافظه على وجهها؟ في ناس ثانيين رادين عليهم قايلين انه في تمارين للوجه، يعني بتروحوا بتفتحوا على اليوتيوب بتحطوا تمارين لنفخ الوجه. هاي انا اول مره بسمعها، يعني الناس ما بعرف لوين وصلت من خرافات. كيف يعني تمارين لنفخ الوجه؟ اي تمارين رح تعمليها رح تنفخ لك ترجع لك الدهون لوجهك؟ هاي ما سمعتها. اوكي ممكن تحركي عضلات الوجه لتشديهم بس تنفخيهم؟ لا ما في غير فيلر. فشو هي خطوط بعد ال شو هو قصدك او قصدك بالخطوط اللي بعد الضعف؟ ما فهمتها. اللي تظهر اذا قلنا على التجاعيد او الخطوط الهاي او خطوط البطن بعد الترهل، انا عندي بعد الولاده بعدها موجوده، شوفوا الجلد الزائد بعد الولاده، هذا شيء طبيعي اوكي، بس لانه ما في دهون مش مشاشات، لانه انا بنت وحيده، يعني بعد البنت بسرعه اشتغلت على نفسي، ما جبت 1 2 4 5 تركت بطني يتمدد يتمدد، بعدين صار الجلد هيك، بعدين قلت شو بدي اعمل؟ ما عندك وقت غير حق عمليه، ما عندك حل، ما حيرجع بطنك فلات والجلد الزائد ما حيروح. والخطوط خطوط شو بسموها هاي الخطوط الحمراء اللي بتطلع من تشقق البطن لانه انسجه الجلد بتشقق، كمان هاي ما بتروح، بيقولوا اوقات الليزر بخففها بس ما بعرف. في تمارين ضعفهم شو هن؟ الخطوط اللي تطلع بالبطن، لا هاي الخطوط الطبيعيه للعضلات الطبيعيه، خطوط الطبيعية للعضلات الطبيعية، لأنه بس بيطلع ما بيطلع العضلات أو العضلات ما بتكبر إلا في لها طريقة خاصة، يعني مش ما بتكبر من بس الأوزان، من غير الأكل المضبوط ما بتكبر، من غير النوم الكافي ما بتكبر، من غير كمية البروتين الكافي ما بتكبر، مثل ما أنتم مفكرين من غير سعرات حرارية. التضخيم ما بيصير من غير ما نزيد سعراتنا، أوكي؟ ما فيكم تضخموا، ما فيكم تزيدوا نسبة العضل أو نسبة الدهون بجسمكم من غير سعرات زيادة عن احتياجكم. فشو بعد خطوط اللي تطلع بالبطن؟ في عدة خطوط، خطوط البطن هي تبع العضلات ما بتروح، رجعي اسمني شوي زيدي نسدون شو عشان تنتبخ شو البطن تبين، ما عندك حل غير هيك، يعني إذا بدك تنزل الدهون ما تنزل نسبة الدهون لأنه تظهر العضلات إذا ما بدك هيدي الخطوط، وإذا قلت الخطوط تبعت الجلد تبعت الولادة من تشقق الأنسجة الجلد هيدي ما بتروح، يعني هي خلص هي علامة إلى الأبد. ففي أي سؤال خلاص حاول جاوبنا فيكم إن شاء الله. شوفوا أنا رح حاول أعملكم أعمل لايف بس للأسئلة والأجوبة، رح أقعد أنا وياكم على رواق وتسألوا اللي بدكم اياه ورح جاوبكم لايف، اوكي؟ عن كل شيء بدكم اياه ووضح لكم اياه اللي بدكم اياه، حتكون جلسة رواق بس هلا بعد التمرين. بنشوفكم على خير، واتمنى يكون اللايف عجبكم، حاولوا تعملوه، رح احفظ لكم اياه اكيد، كرمال اذا ما لحقتوا تعملوه هلا معي، ما عملتوه معي تعملوه بايام العيد، ايام الراحة، ايام بدكم اياه، اوكي؟ ف see you soon، باي باي.